نحمل قيادتي عمليات سامراء وصلاح الدين مسؤولية الدماء التي سالت من فوج حشد دجلة نتيجة عدم ملء الفراغ الأمني الموجود في شمال شرق الناحية. نطالب السيد القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق مهني بالحادث وكذلك من قبل قيادة العمليات المشتركة، ولدينا الأدلة الكافية التي تثبت تقصير قيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات صلاح الدين.